لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. دكتور رامي، يعني موقف الرئيس عون واضح هنا، لكن الموقف الغامض أتى من وزير الخارجية الفرنسي. لماذا هذا الغموض؟ وما الذي يفعله ماكرون هناك دون إلقاء المزيد من الضوء على وضع الحريري؟ أهلا بك حمدان، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن الموقف الفرنسي إلى حد ما واضح. دعنا نشير إلى أن هنالك ثلاثة ملفات كانت مطروحة على طاولة النقاش بين الرئيس ماكرون ونظرائه السعوديين. الملف الأول هو العلاقة مع إيران، ويبدو أن فرنسا لا تشارك المملكة العربية السعودية كما صرح الرئيس ماكرون بنظرتها المتشددة من وجهة النظر الفرنسية تجاه إيران، وبالتالي فرنسا حريصة على استمرار الاتفاق النووي مع الجانب الإيراني وتسعى إلى عدم تصعيد الموقف مع إيران، سواء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذا من جهة. من جهة أخرى، والملف الثاني الذي لا يقل أهمية، هو ملف الوضع في لبنان. هنالك إحساس فرنسي بأن الأمور تنزلق ربما إلى مآلات خطيرة، خصوصا أن المصالحة التي شاركت فرنسا في رعايتها في العام الماضي، والتي أدت إلى وصول الرئيس الجنرال ميشيل عون إلى سدة الحكم في لبنان، تبدو الآن في مهب الريح، لأن بسبب الاستقالة التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري. يبدو أن المملكة العربية السعودية قررت أن تضع حدا لحزب الله من وجهة نظرها، ولأنها تعتقد أن حزب الله مشارك في إطلاق الصاروخ البالستي الذي استهدف العاصمة الرياض، وبالتالي لا نعتقد أن هنالك إمكانية لأن تستطيع فرنسا الحد من هذا الانزلاق في الوضع اللبناني. ولكن هنالك محاولات، لأنه كما تعلم حمدان فإن هنالك التزام تاريخي من قبل السلطات تماما، هذا واضح. لكن المشكلة الآن هي حول وضع سعد الحريري. لبنان طلب بالأمس من فرنسا التدخل رسميا لكشف مصيره، ربما لهذا اتجه ماكرون إلى السعودية. هل غادر ماكرون السعودية؟ ما الذي قاله؟ هل من تصريحات حول وضع الحريري أم ماذا؟ لعل التصريح الأوضح حمدان هو التصريح الذي أدى به وزير الخارجية الفرنسي بأن الرئيس المستقيل سعد الحريري هو حر في تحركاته، وقد قام بزيارة أبوظبي والبحرين. أيضا كما تعلم فكان هنالك زيارة بالأمس للسفير الفرنسي في الرياض، والتقى خلالها مع الشيخ سعد الحريري، وبالتالي إلى الآن هنالك على الأقل ظاهريا من قبل الرئيس الفرنسي والسلطات الفرنسية وحتى الإعلام الفرنسي التعامل مع ما هو معلم من قبل الجانب السعودي بأن الرئيس سعد الحريري حر في تحركاته، وأن قرار الاستقالة وإن كانت هنالك حالة رضا وحالة دفع ربما من المملكة العربية السعودية، ولكنه في نهاية المطاف هو قرار من سعد الحريري نفسه. تماما، لكن على ما يبدو، ولا أدري ما إذا ما كنت تتفق مع ذلك، الرئيس ميشيل عون أعرب عن قلقي بشأن وضع الحريري ويطالب بعودته إلى لبنان. هو أوضح ذلك للسفراء الغربيين، وحتى السفير السعودي قال له عملية الاستقالة من السعودية غير مقبولة بالطريقة التي تمت بها. معك كل الحق حمدان، هنالك على الأقل في لبنان ومن التيار الوطني الحر وحزب الله على وجه التحديد هنالك محاولة لإفراغ البيان الاستقالة الذي أدلاه السيد سعد الحريري من مضمونه، وبالتالي التركيز على مسألة أخرى، وهي مسألة إذا ما كان الحريري قيد الإقامة الجبرية أم لا، وبالتالي ربما زيادة الضغط على المملكة العربية السعودية والضغط على الحريري من أجل العودة إلى لبنان. وأيا كان نتيجة ذلك فإنه يصب إعلاميا وسياسيا في مصلحة هذا الطرف السياسي. لكن ربما اللافت للنظر هو بيان تيار المستقبل الحقيقة الذي لم ينفي بشكل واضح ومحدد بأن سعد الحريري هو حر في تحركاته، بل أن البيان جاء غامضا وضبابيا، وبالتالي الحقيقة لا نعرف على وجه الدقة واليقين كيف تفاعل هذا الموضوع على الساحة السياسية اللبنانية. ولكن على الأقل هنالك إدراك سواء من الجانب الفرنسي أو من قبل أطراف دولية بأن الوضع في لبنان أصبح خطير للغاية وربما ينزلق إلى مآلات لا تحمد عقباها. شكرا لك. من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا لك.